السلام عليكم. تعالوا كده أقول لكم على مجموعة أحلام بيسببها ليك مس العش وبتشوفها وبتتكرر عليك مرات كتيرة جدا، وهقول لك على علاج كويس جدا تنقطع بيه الأحلام ديت. أول الأحلام ديت يا عزيزي إنك أنت وأنت نايم كده تبص تلاقي إن في حد بيحاول إن هو يتقرب ليك، لكن في مشكلة إن العملية ديت بتتطور يعني من شخص لآخر. يعني في شخص بيشوف الحد ده وهو بين اليقظة وبين النوم، وفي حد بيشوف الشخص ده مجرد النوم بس. فخلينا هنتكلم عن موضوع التطورات ديت في الاخر، فركز معايا. دوس لايك، طب دوس لايك وشارك البس وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه سبحان الله بيسببها ليك مس العش ان الشيطان ده بيحاول ان هو يسكن جسمك وبيحاول ان هو يستمتع بيك، فهيجي لك في اول حاجه على هيئه شخص ما انت شايف ملامحه، وبيتم بينه وبينك عمليه جماع او بينه وبينك عمليه جماع. وللاسف الشديد انا عايز انبه على حاجه مهمه جدا، في انواع من الشياطين بتكون شياطين شواذ، فممكن يعني سبحان الله ونعوذ بالله من ذلك ان يجي شيطان شاذ يسرح بشخص ما بيصليش، والشيطان الشاذ ده يحاول ان هو يتمكن من جسمه ويتحكم في جسده. اذكر ان في مشكله بعتها لي شخص من دوله معينه، فبيقول لي انا اعتدي عليه وانا صغير واصبح عندي يعني ميل للرجال، فلما بشوف عضلات الشخص قدامي بشتهيه وبحاول ان انا اقاوم نفسي وبستمع للرقى الشرعيه كتير مفيش فايده. لكن يعني سبحان الله هنا في زيغ في القلب وفي مرض، لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان الانسان يستعيذ بالله عز وجل من شر الشيطان، وانه ما ينظرش للاشياء دي بنظره نهمه، ولما يجي ينظر لاي شيء سمي الله جل وعلا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم يحجب عنه كل شيء موجود. يعني سبحان الله المتبع ان يعني في تاريخ السيره النبويه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لديه جواري، والجواري كانت لبسها بيكون خفيف ولكن لا ينظر لاي احد منهن نهائيا، وكانوا هما ملك يمينه، لان في فرق بين الحره وفي فرق بين الامه. وسبحان الله فوق من كل ذلك كانوا يغضوا ابصارهم عن الحرام، فغض البصر ده شيء مهم جدا. لكن لو انت طلقت بصرك هتشوف واشتهيت اي حاجه كده في الواقع، فالشيطان هو جالس جنبك بيشوف ايه اللي انت بتفكر فيه، فهيجي لك وانت نايم شخص بيحاول ان هو يعشرك بس الملامح بتاعته مش واضحه، او امراه بتعشرها بس ملامحها مش واضحه، ثم بعد ذلك ينتقل لمرحله ثانيه عشان بقى يزود معاك في موضوع التمكن من الجسد ويصبح ان هو مسيطر. والمرحله الثانيه ديت بتحصل معاك تقريبا انك انت تشوف موضوع المحارم، زي على سبيل المثال شخص يشوف مثلا ان هو بيعاشر والعياذ بالله والدته، او بيعاشر اخته، او بيعاشر بنته، او بيعاشر خالته، او بيعاشر عمته، او بيعاشر حد محرم عليه. في واحد هيقول لي طب هو الشيطان بيجيب لي النوعيه ديت من الاحلام؟ هو بيحاول ان هو يقيس ايمانك بالله جل وعلا، لان في شخص مجرد ما يشوف الحاجه ديت يعني ينفر منها حتى وهو نايم سبحان الله، فيستيقظ مره واحده فيعرف ان ايمانك جوه، فيبدا ان هو يلعب على وتائر ثانيه ان هو يسحرك، يزود لك من السحر حتى ان هو يتمكن من جسدك، ويجيب لك احلام بس بقى بطريقه مختلفه تمام. بس برضه هو بيقيس عندك كل فتره والتانيه مرحله المحارم، يعني يجيب لك احلام مثلا لموضوع تكاثر يعني والعياذ بالله، في البعض بيشوف ان في كلب بيحاول ان هو يعشرها، او ان في حيوان بيحاول ان هو يعشرها. فسبحان الله هو كده يعني خلقه معوجه عند الشيطان، ربنا سبحانه وتعالى يعني هو جعل نفسه معوج، الله عز وجل خلق كل شيء فاحسن خلقته. ولكن يعني سبحان الله إذا بعد الإنسان أو بعد الشيطان، الشيطان لما بعد عن الله جل وعلا صارت الخلق عنده معوجة، هو عاوجها مش عايز أنه يستقيم. فبيجي الشيطان يعني سبحان الله يجيب لك بقى من مرحلة لمرحلة شخصيات مختلفة وأشكال مختلفة، فالمهم هو بيقيس درجة إيمانك. فلو لقاك رافض ورافض بشدة وصحي من النوم في غصة هنا ومتضايق ومخنوق وبتاع، بيحاول أنه يخفف لك الأحلام ديت وبيغيب عنك يوم أو يومين، ثم بعد ذلك يجيب لك اللي أنت بتشتهي بقى. يعني على سبيل المثال انا كشخص بحب واحده معينه، والواحده ديت انا يعني بص كل ما بشوفها نفسي ان انا اقرب لها، او بمعنى صح نفسي في الشخصيه ديت بالذات. فالشيطان بيعمل لك يا عزيزي بيحاول ان هو يجيبها لك قدامك دايما وبيصورها لك في احسن صوره عشان دايما يكون عندك رغبه فيها، فتيجي تبص تلاقي نفسك انك انت بتعشرها، وتكرر بقى عليك انك انت عايز تنام عشان تشوف نفس المنام ده. هنا بقى هو تحكم في جسمك، فبيبدا بقى يجيب لك احلام مختلفه انك انت بتطارد من مجموعه من الناس، والناس ديت عماله بتطاردك وهتاذيك، فجاه في حد ينقذك منهم، بيحصل معك ولا لا؟ او انك انت تايهه في وسط المقابر ومش عارفه انك تخرج من المقابر ديت نهائيا، وفي حيره كده جواكي ومش عارفه انك انت تهتدي ليها في الحياه الواقعيه، وتنامي تشوفي مقابر
ثم بعد ذلك تتطور العملية فتبص تلاقي بين اليقظة والنوم. يجي الشيطان ده يفصلك، ومجرد ما يفصلك تبص تلاقي ان في عملية معاشرة كاملة، الرجل عمالة بتترفع او الدراع بيترفع او حاجة كده بتحصل، وضربات بتحصل في جسمك وانت تكون حاسس بيها، ويكون الموضوع بيتم بعنف وبشدة وكأنه في الحياة الواقعية بالظبط، وأسوأ من الحياة كمان. فأنت لو متزوجة يعني تستغربي إيه اللي بيحصل ده، ده أنا كأني كنت مع زوجي أو إن أنا كأني كنت مع زوجتي. فده كله عبارة عن وصول مس العشق معاك للتمكن الغليظ. فتبدأ بقى أحلام الكلاب اللي بتطردك، وأحلام القطط، وأحلام الثعابين، وأحلام الحياة، وبص تلاقي نفسك إنك أنت بين اليقظة والنوم، في حد بيجيلك ونفس ملتصق في ظهرك وكأن في حد بيتنفس وراك، وتخش الحمام تبص تلاقي ان في حد بيتحسس الجسد، وتبص تلاقي ان في حد بيمسك جسمك وبيمسك مفاتنك. هو الشيطان ما وصلش للاشياء ديت الا لضعف شخصيتك وضعف ايمانك بالله جل وعلا. هو بيدور دايما على الانسان اللي بيضعف ايمانه. ليه؟ لان الانسان لما بيقول سبحان الله الملائكه تتبادر لكتابتها، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيكون مطلع عليك في كل شيء. فلما تقول يا رب يشفيك الله جل وعلا، فانت بسبب غفلتك عن الله جل وعلا واسرافك في الذنوب والمعاصي وعدم التوبة من قريب بيتملكك هذا الشيطان، وبيحاول ان هو يسيطر عليك وبيحاول ان هو يأذيك. ففي الحالة ديت لازم انك انت تستمع للرقية الشرعية، ولازم انك انت هتجيب زجاجة مسك، وليكن مثلا زجاجة مسك زي ديت كده، تمام؟ زجاجة المسك ديت هنقرأ عليها آيات قرآنية معينة. أول حاجة سورة النور، لأن هي سورة مباركة وبتتكلم عن يعني سبحان الله صفات المؤمنين، وبتتكلم عن موضوع الجن، وبتتكلم أيضا عن اتباع خطوات الشيطان، وبتتكلم عن قصف المحصنات، وبتتكلم عن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فالآية هتقرأ سورة النور مرة واحدة، والآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، تحاول تكررها قدر ما تستطيع. ثم هتقرأ سورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم هتقرأ سورة الكافرين والمعوذتين والإخلاص وسورة الجن، وحتنفث على هذا المسك وحتتهم به هنا قبل النوم، وحتتهم به الجبهة، وحتتهم به يعني فوق المفاتن، تمام؟ ما ينفعش يعني في الرحم، الرحم يعني أعلى الرحم وليس الفرج، تمام؟ وحيندهم به. ثم بعد ذلك حنجيب حلة مية نقطر من الماء ده، ونحاول ان احنا نتبخر به قبل النوم لمدة 7 أيام بالضبط. كل الأحلام اللي انت كنت بتشوفها من معاشرة الجن ومن الجن اللي بيحاول ان هو يفرض سيطرته عليك، هتبص تلاقي الاحلام ديت اختفت تماما، اصبحش في احلام من النوعيه ديت، واختفت كل الاحلام دي، واصبحت الاحلام اللي انت بتشوفها هي عباره عن رؤى طيبه، رؤى صالحه تبشرك بخير من الله جل وعلا، وتبشرك برضوان من الله جل وعلا، وتبشرك بخيرات كثيره وارزاق طيبه ينعم بها عليك الرزاق. اخي الكريم، لو عجبك المقطع ده ما تسيبهوش عندك، وشاركوا لأصحابك وأصدقائك اللي تعرفهم، فالدل على الخير كفاعله.